الليلة حنبدأ إن شاء الله من محل ما وقفنا، انتهينا في الليست. طيب الليلة حنبدأ حاجة اسمها تيبل. طيب التيبل أو الجدول هنعرف الليلة كيف نعمله بلغة HTML. طيب أول حاجة محتاجين نمسح الحاجة اللي شفناها الحاجة اللي قلناها. طيب أول التاج للتيبل هو تاج تيبل. تيبل كأنه الداك فعلا تيبل، انتر كلوز اوبن تيبل. طيب كده احنا انشأنا التيبل. طيب نعمل كنترول اس اف نرجع للصفحة بتاعتنا. طبعا الصفحة بتاعتنا احنا حافظينها في سطح المكتب اندكس. طيب نعمل لها اوبن ده الاندكس. طيب هي ما فيها اي حاجة رغم ان احنا عملنا التيبل، ليش نو؟ لانه احنا ما كتبنا حاجة في التيبل، فلازم نكتب حاجة في التيبل. طيب التيبل عنده ثلاثة تاجات، اللي هو اول حاجة tr و th و td. طيب tr اختصار ل table row او الصفوف، و th اختصار ل table header او الرأس بتاع العمود، و td اختصار ل table data او زي ما عندنا شفنا في الليست list item. نفس الحكاية هي تخدم نفس الغرض بالنسبة لـ TD. طيب هنبدأ أول حاجة نعمل التيبلات كلها مكونة من رو. طيب يعني هي مكونة من رو، يعني هي كلها مكونة من صفوف. يعني لازم أول حاجة ننشئ إننا إذا أخذنا مثال هنا لازم ننشئ أول حاجة العمود الصف ده، بعدين ننشأ الصف اللي بعديهم، بعدين ننشأ الصف اللي بعديهم. طيب نحنا ممكن يكون عندنا حاجتين، ممكن يكون عندنا اننا نضع الهيد بتاعتنا كلها فوق هنا مثلا، يكون مقسم على ثلاثة ثلاثة، يكون الهيد دي كلها عبارة عن هيد هنا ده، وعندنا بعديها الايتم تحت هنا ده. طيب ده شكل من اشكال التيبل. او ممكن يكون عندنا الهيدر بتاعتنا الجاي يكون مقسم لنا كده هنا items. طيب الاثنين دول هنشوف كيف احنا بنقدر نشكلهم. طيب اول حاجه هنبدا بالشكل الاول اللي هو الجهاز بتاعي معلق حبه معلش. طيب اللي هو الشكل ده. طيب هنبدا اول حاجه نكتب طيب table row table row. طيب هنضيف اول حاجه تيبل هيدر، احنا دايرين كم دايرين مكون من كم صف، دايرين مكون من ثلاث صفوف. طيب تيبل هيدر تيبل هيدر. طيب احنا دايرين ثلاثة هيدرز، هقوم اعمل كوبي بيست لان عندي. طيب مثلا هنتكلم مثلا عن الاكل، مثلا فود. هنتكلم تاني مثلا عن سكولز، هنتكلم تاني مثلا عن يونيفرسيتيز universities. طيب بعد ذاك اذا عملنا حفظ ومشينا عملنا ريفرش للصفحه بتاعتنا بنلقى انه ظهروا لنا food school universities. طيب هو مفصولات تلاحظوا بحاجه بسيطه لكن طيب معلش. طيب مفصولات بفاصل بسيط. بعدين احنا لما نيجي للستايل او كيف ان نعمل انماط الحاجه دي نعرف كيف ان نقدر نعمل خطوط بيناتها وحاجة زي دي، لكن هسه نخليها بس سيمبل. طيب بعد ذاك تعينا تيبل رو تيبل رو. طيب عندنا تيبل داتا هنكتب مثلا في فود مثلا اصيلة اصيلة يعني. طيب هنعمل كوبي بيست لدي. طيب ثاني هنا مثلا هنكتب دمعة، وآخر واحدة هنكتب مثلا ثاني عندنا شنو مثلا فول. فول أنا ما ترجمته بالإنجليزي اسمه لكن نكتب فول. طيب طيب ليه نحن ما قلنا نكتبه بالعربي؟ ده برضه موضوع هنيجي نشوفه براهم. طيب هنيجي طيب دي ال او انا غلطت. طيب ما مشكله
الفوت لازم يكون تحتها مقابل اول واحد هنا من التيبل ده. السكول لازم يكون مقابل اول واحد. اليونيفرسيتي لازم يكون مقابل مثلا عندنا اصيله معاها مثلا هنا مدرسه ام درمان واليونيفرسيتي مثلا يو اوف كي. طيب دي نفس الحاجه هنعمل لها كوبي نعمل بيست. طيب الحاجه الثانيه مثلا عندنا عندنا مثلا سكولز خرطوم واليونيفرسيتي مثلا يونيفرسيتي اوف سودان. طيب نفس الحاجه ده عندنا اخر واحده هيكون عندنا فول عندنا مثلا هنا البحري and University of بحري كنترول اس اف ونعمل ريفرش نقام فود نفس الحاجة schools universities. طيب كده حنكون انتهينا من أول درس لنا، والنوع الثاني إن شاء الله حنشوفه في الدرس القادم إن شاء الله. في أمان الله.